انظر حولك لترى عجب العجاب، كم رأينا رؤوسا تهتز على أصوات المزامير، كم رأينا أجسادا تهتز على نغمات الألحان، الرجال يتمايلون نلوم النساء إن تمايلنا، فكيف إذا تمايل الرجال؟ ثم تقرأ عليهم آيات القرآن، وعد ووعيد وجنة ونار، قليل هم الذين يتأثرون. عباد الله، ماذا تعني لنا كلمة حرام؟ لماذا لا نقف عندها؟ ولماذا لا نتدبر فيها؟ من الذي أحل الحلال؟ ومن الذي حرم الحرام؟ أليس هو الله؟ فإليك الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الغناء. قال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. سئل ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أعلم الناس بالقرآن، فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. قالها ابن مسعود أكثر الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعالم من علماء القرآن. قال عبد الله بن عمر: هو والله الغناء. وكذا قال الحسن البصري وغيره من العلماء. قال الله أيضا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية، اصمدي لنا يعني غني لنا. وابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن. أما من قول نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، اسمع، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. تأملت في قوله يستحلون، يعني أنها حرام فيجعلونها حلالا اتباعا للأهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما، صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح، ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب. وفي لفظ آخر: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. فماذا بعد كلام الله ورسوله؟ فماذا بعد كلام الله ورسوله؟ يقول ابن القيم رحمه الله عن الغناء: فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارق والحشايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا. فسل ذا خبرة ينبيك عنه لتعلم كم من خبايا وردايا. قلت: الله المستعان، الله المستعان. هذا كلام ابن القيم في ذلك الزمان. فكيف لو رأى شاشاتنا ورأى قنواتنا ورأى الفيديو كليب وملحقاته ماذا سيقول عنا؟